بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع الدرس الخامس، كتاب الصف التاسع. Students book. Money doesn't bring happiness. المال لا يجلب أو يصنع السعادة. What do you think about this title? Do you agree or not agree that money doesn't bring happiness? Okay, ما رأيكم بهذا العنوان؟ هل فعلا المال لا يجلب السعادة؟ طيب، خلينا نبدأ. طبعا الدرس كتير حلو، أفكاره حلوة جدا. الثوتس اللي فيه، الأيدياز، الأفكار كتير حلوة، وفعلا من واقع خيالنا، أو من عفوا من واقع حياتنا، مش الخيال، الحياة. The reality of life, of our life. Let's start. Start with the vocabulary. Okay, try to guess the meanings of this, of these vocabularies, okay, or these words. To borrow, to earn, to save, to make money. Possessions, possessions. To borrow, to take money from someone. To earn, to make money. To save, to keep money. To make money, to earn money. Possessions, to have many things like cars, like houses, like money. To have things like, we say, like houses, like cars, like money, like jewels. This is possessions. يبقى to borrow يقترض أو يستعير، to earn يكسب أو يربح، to save يدخر أو يحوش، to make money اللي هو جني المال، possessions اللي هي امتلاك أو أملاك. Let do exercise 3. Listen again to Dr. Zahir Ibrahim and complete the sentences using some of the key words from exercise 2. يبقى بدنا نحل الأسئلة ونستخدم كلمات من exercise 2، من هذا الصندوق، من البوكس اللي فوق. Although people know that money won't make them happy, they keep working to make money they don't need. على الرغم من أن الناس يعرفون أن المال لن يجعلهم سعداء، لكن مع ذلك يستمرون في العمل لجني المال الذي لا يحتاجونه. Number two, people continue to borrow money from other people to buy new things. الناس يستمرون في استقراض المال من الأشخاص الآخرين ليشتروا أشياء جديدة. Number three, people want to earn and be rich than the people around them. الناس يريدون أن يكسبوا المال ويصبحوا أثرياء أو أغنياء أكثر من الناس الذين يحيطون بهم أو حولهم. Around them، حولهم. Number four, when we make money, the center of our lives, we end up with a lot of positions but feel unhappy. إذا when we make money the center of our lives، عندما نصنع المال في center اللي هو القرن لحياتنا، القرن لحياتنا أو القرن السنوي أو المئة سنة من حياتنا، راح ينتهي بالكثير من هذا القرن، راح ينتهي الكثير من المال والأملاك، لكن سوف نشعر بعدم السعادة. Unhappy. طيب، let's do number four. طيب، خلينا نجد المعاني الكلمات
ونشوف إذا هذه الكلمات معانيها positive or negative، إيجابي أو سلبي. خلينا نشوف debt، debt اللي هو دين، debt اللي هو دين، وهذا معنى سلبي، إن الواحد يكون عليه ديون يبقى debt سلبي. wasteful، wasteful مبذر أو مسرف، wasteful مبذر أو مسرف برضه negative. sensible، sensible معقول أو عملي، sensible معقول أو عملي. bank، bankrupt، bankrupt، bankrupt اللي هو مفلس، برضه هذا meaning أو value بتعطيها negative، القيمة لها المعنى negative. bankrupt مفلس. stolen، stolen مسروق أو سرقة. thrifty مقتصد، thrifty مقتصد. stolen طبعا الفاليو اللي فيها، القيمة اللي فيها نيجاتيف، لكن thrifty حلو الاقتصاد، مقتصد. thrifty مقتصد، هاي هون adjective thrifty مقتصد. fraud، fraud، fraud اللي هو خداع أو احتيال. fraud، fraud خداع أو احتيال، برضو هون الفاليو اللي فيها نيجاتيف. generous اللي هو كريم أو سخي، generous كريم أو سخي، هون الفاليو اللي فيها إيش؟ positive، positive اللي هو إيجابي. هلا في عنا charitable اللي هو محب للخير أو خيري، برضو هون الفاليو اللي فيها positive. في عنا هون greedy اللي هو طماع أو جشع، طماع أو جشع، برضو هون الفاليو اللي فيها إيش؟ نيجاتيف. يعني نشوف صفحة 50، طبعا هون قصة ستوري جدا رائعة وحلوة ومعناها حلو. A miser's final wish. miser's إيش معناها miser's؟ اللي هو البخيل، شخص بخيل جدا أو شحيح. يبقى وصية أو أمنية، الأمنية الأخيرة لشخص بخيل. miser's final wish، الأمنية الأخيرة لبخيل، قصة بخيل وهذه أمنيته الأخيرة. خلينا نشوف المينينجز. miser اللي هو بخيل أو شحيح أو مقتر. بانك نوت، بانك نوت اللي هو ورق النقد، أي ورق نقد نسميه بانك نوت. بني اللي هي نوع من العملة بنس، وهي تستخدم في بريطانيا بني. كوفن حتى احنا بنحكيها كفن، كوفن اللي هي التابوت أو النعش، احنا بنسميها كفن، هم بقولوها كوفن، كوفن اللي هو التابوت أو النعش. to lead a life اللي هو كيف يترأس أو يدير الحياة، إدارة الحياة أو قيادة الحياة. سيرموني اللي هو مراسم، مراسم أي شيء، سيرموني اللي هي مراسم لأي شيء نسميها سيرموني. هون راح تقول في الدرس سيرموني اللي هي مراسم الدفن. بانك أكاونت اللي هو حساب مصرفي أو حساب البنك. شيك اللي هو الشيك. let's start reading. okay. Mr. Lin was a really hard-working man. Every day he worked for 10 or 12 hours and he slept for just a few. Mr. Lin had only one purpose in mind, to make a lot of money and to spend as little of it as possible. He was a miser. Okay, يبقى عندنا هذا الشخص. And this is his wife. This is Mr. Lin and this is Mrs. Lin. Mr. Lin بيحكولنا
هو فعلا really hard working man، رجل يعمل بجد ونشاط. كل يوم هو يعمل تقريبا لحوالي 10 أو 12 ساعة، وينام فقط لساعات قليلة جدا. مستر لين لديه هدف وحيد أو هدف واحد فقط في عقله. ما هو هذا الهدف؟ لأن يحصل أو يصنع الكثير من المال، أو يعمل الكثير من المال، أو يجني الكثير من المال، to make a lot of money. وأيضا بقية هذا الهدف أن يعمل، طبعا قلنا أن يعمل الكثير من المال، ويصرف القليل فقط منه قدر الإمكان. إذن هو كان مايزر، بخيل. As he did not trust in banks, Mr. Lin kept all of the bank notes that he saved inside shoe boxes. إذن لأنه هو لا يثق في البنوك، not trust in banks، لا يثق بالبنوك، إذن مستر لين احتفظ احتفظ بكل أوراقه النقدية، bank notes، بكل أوراقه النقدية احتفظ بها وادخر بها داخل صناديق الأحذية. شو هون؟ طبعا حذاء. يبقى صناديق الأحذية التي لديه كان يضع فيها البنك نوت اللي هي الأوراق النقدية تبعته. الله يقطع هبله. Every night before going to sleep, Mr. Lin sat and looked at his money. كل يوم قبل أن يذهب إلى النوم، مستر لين يجلس ينظر إلى ماله. One night he called his wife and said، في ليلة نادى زوجته وقال لها: When I die I want you to take all my money, all of my money and place it inside my coffin. إيش حكى لها لزوجتها؟ قالها لما أموت، when I die، عندما أموت أريد منك أن تأخذي كل مالي وتضعيه، and place it، تضع المال داخل الكفن أو التابوت، داخل التابوت أو النعش تبعي. I want to take all of the money with me، even the few pennies I have saved. إيش حكى لها؟ أريد أن أخذ كل المال اللي ادخرته معي، حتى البنسات القليلة اللي ادخرتها، يعني بدوش يترك إشي لزوجته، بدوش يترك إشي أبدا أبدا، كل إشي حوشه بده ياخده معه على التابوت تبعه لما يموت. Mrs. Lin, who was a very good wife and loved him in spite of the miserly life he was leading. يبقى زوجته Mrs. Lin كانت تحبه كتير كتير، على الرغم in spite of، على الرغم من الحياة التعيسة جدا والبخيلة اللي كان يديرها زوجها. يعني ما كان كريم، ما كان سخي، كان بخيل جدا، مقتر جدا، لكن على الرغم من ذلك كانت ايش loved him، she loved him، أحبته. She said، حكت له زوجته: I promise you that when you die I will put all the money in the coffin with you. وعدته، وعد أكيد إنه لما يموت راح تحط كل أمواله في النعش أو التابوت معه. One day Mr. Lin died. وفعلا في يوم من الأيام Mr. Lin died، مات فجأة، مش فجأة، مات. Mrs. Lin was sitting next to her closest friend during the ceremony. ومسز لين زوجته كانت جالسة بجانب صديقتها خلال مراسم الدفن. يبقى ceremony اللي هي مراسم الدفن. When the ceremony finished and before the coffin was closed, Mrs. Lin said، يبقى عندما انتهت مراسم الدفن وقبل أن يغلق الكفن التابوت أو النعش،
Mrs. Lin said, قالت Mrs. Lin, wait, wait just a minute, انتظروا قليلا. She had a large show box with her. كان معها صندوق أحذية أو صندوق حذاء كبير جدا. She stood up, وقفت, went to the coffin, واتجهت إلى التابوت أو النعش, and placed the show box inside it. ووضعت صندوق الأحذية بداخله. Then the coffin was closed and buried. بعد ذلك أغلق التابوت ودفن. Her friend said, صديقتها قالت, I hope you weren't crazy enough to put all that money in the coffin. قالت لها صديقتها, أرجو أن لا تكوني بهذا الغباء والجنون حتى تضعي كل المال في التابوت أو النعش. قالت لها الزوجة, I am a good wife. أنا زوجة صالحة وجيدة. Said Mrs. Lin, I promised him that I was going to put his money in the coffin with him. And I did it. إيش حكت لها الزوجة؟ قالت لها, أنا وعدته قبل ما يموت إني رح أحط له كل أمواله في الكفن معه. وأنا وفيت بالوعد. And I did it. وأنا فعلت فعلا هيك, حطيت الفلوس معه في الكفن. You mean to tell me you put every penny of his money in the coffin with him? أنت تقصد إنك حطيت كل بني كل فلس أو بنس من المال حطيتي معاه في الكفن؟ Of course, said the wife. قالت لها, طبعا أكيد, حكت لها الزوجة. I got it all together, but it into my bank account and then wrote him a check. قالت, أنا جمعت كل المال تبعه وحطيته في حسابي, حساب خاص إلي في البنك. Put it into my bank account, حطته في حساب البنك تبعها. وبعدين راحت كتبت له شيك وحطت الشيك معه في صندوق الأحذية في التابوت. خذ الشيك تبعك يعني. فكانت فكرة وحيلة حلوة من الزوجة. المهم إنها أوفت بوعدها وحطت الفلوس تبعته كله معها في التابوت بس على شكل شيك, وحطت الفلوس الحقيقية لحسابها بالبنك. فكرة ذكية وحلوة من الزوجة. خلونا نبدأ الأسئلة على الفقرات. Read the story on page 15 again, 50, sorry, again, then answer the following questions. نقرأ مرة تانية, لازم تقرأوا الفقرة مرة تانية وتجيبوا على هالأسئلة. خلينا نشوف. Do you agree with the statement to make a lot of money and to spend as little of it as possible? Why? Why not? نبقى هون السؤال, هون بدك تحط انت رأيك الشخصي. هل توافق على عبارة statement, العبارة انه ان تجني الكثير من المال وبعد ذلك ان تصرف من هذا المال فقط الكمية القليلة جدا؟ اذا كنت توافق لماذا توافق, واذا كنت لا توافق لماذا لا توافق. For me, I don't agree. أنا لا أوافق. I don't agree because I like to spend money in something good and something God love it and something makes me happy. أنا بحب أصرف الفلوس على أشياء أنا بحبها والله بحبها وأشياء بتجعلني سعيدة. واحد, everyone just lives once. الإنسان فقط بعيش مرة واحدة. Why do we have to be a miser? ليش لازم نكون بخيلين على حالنا وعلى الناس اللي حوالينا؟ السؤال الثاني, Do you think Mr. Lin was wise enough to know how to use his money? Justify your answer. هل بتعتقد إنه Mr. Lin كان حكيما كفاية ليعرف كيف يصرف فلوسه؟ I think no. He wasn't wise anyway. بني أبدا ما كان حكيم. He was not wise enough to know how to use his money.
لأنه كان عايش حياة مقترة وحياة كتير معدومة. Because he led his life and his wife led his wife life as a miserly life. حياة بشكل إيش مالها كانت كلها شح وكلها بخل. يبقى to justify my answer عشان أبرر جوابي إيش أنا حكيت. No, he wasn't wise enough to know how to use his money because he led his wife and his life and his wife's life very miserably. بشكل بائس كان يقود حياته ويمشي حياته بشكل بائس. نشوف number 4. Complete the sentences using one of the options. أكمل الجواب بتختار الجواب الصحيح. Mr. Lin wanted to have a lot of money. Mr. Lin wanted to spend as little money as possible. Mr. Lin also kept a few pennies inside the show boxes. هون a few pennies, many pennies, sorry. ولا a few, لا والله a few صح. لأن هي طبعا بالدرس a few. Even the few pennies he saved. حتى البنسات القليلة اللي كان يحوشها بدها تنحط معاه في الكوفن في النعش أو التابوت. يبقى هون a few. Number 4. Mrs. Lin didn't put any bank notes inside the coffin. يبقى Mrs. Lin الزوجة ما وضعت أي أوراق نقدية داخل الكفن. Grammar, quantity words and expressions. يبقى عنا مفردات للكمية, تعابير ومفردات ل بتعبر عن الكمية quantity. Complete the table with the following words, then add more pronouns to the table. عنا miser, في عنا هلا هون بالقواعد حلو إشي countable و uncountable.